والله لمثل هكذا ربيتك، ولخدمة الإسلام والمسلمين نذرتك، وعلى شرائع الدين علمتك، ولا تظنن يا ولدي أن قربك مني أحب إلي من قربك من دينك وخدمتك للإسلام والمسلمين في شتى الأمصار، بل يا ولدي إن غاية رضائي عليك لا يكون إلا بقدر ما تقدمه لدينك وللمسلمين. وإني يا ولدي لن أسألك غدا أمام الله عن بعدك عني، لأني أعلم أين وفيما أنت، ولكن يا بني سأسألك أمام الله وأحاسبك إن قصرت في خدمة دين الله وخدمة أتباعه من إخوانك المسلمين. كانت هذه رسالة والدة شيخ الإسلام ابن تيمية إليه، بعد أن أرسل لها يعتذر عن إقامته بمصر لأنه يرى ذلك أمرا ضروريا لتعليم الناس. نتعلم من هذه القصة قيمة تربوية مهمة. تابعونا في الجزء الثاني من البرنامج. مشاهدينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم جميعا أينما كنتم، أهلا بكم على شاشتكم شاشة الأنيس الفضائية في هذا العدد الجديد من برنامج قطوف تربوية. كما عودناكم دائما قصة وقيمة تربوية. اليوم قصتنا كما شفتوا في الجزء الأول كانت عبارة عن رسالة، الرسالة التي تركتها أم ابن تيمية لابنها لما راسلها في أنه يستأذنها أنه يقعد في بلاد بعيدة من أجل طلب العلم وتلقينه. إذن خلق اليوم أو القيمة التربوية اليوم التي سنناقشها هي قيمة مميزة جدا وقيمة عظيمة كبقية القيم. قلنا أي قيمة؟ هي قيمة مترابطة مع قيمة أخرى، لهذا نحاول دائما أن نوجز في تلك القيم ونستخلص أهم العبر وأهم الدروس اللي نقدروا أننا نطبقوها في حياتنا العملية. الآن نستقبل وإياكم كما تعودتم الأستاذة القديرة الأستاذة فتيحة سعادة. أهلا بك أستاذة. أهلا بك. أهلا بك. إذن قلنا أستاذ اليوم أنه قصتنا اليوم تتمحور حول ابن تيمية رضي الله تعالى عنه، وقصته كيفاش أنه بعث الأم ديالو كما شافوا المشاهدين في الجزء الأول. القيمة التربوية التي سنناقشها اليوم أستاذة هي قيمة ترك الأثر الطيب أو نفع الغير في سبيل الأمة، يعني هي قيمة داخل قيمة، قيمة لكن نحاول أن نوجزها ونعطي أهم الأفكار عملية فيها. بداية أستاذة، يعني عدة ربما أبناء أو أطفال يعني تائهين ما يعرفوش رسالتهم في الحياة، يعني ماذا أريد وين راني حاب نوصل، وش راني حاب، كيفاش نوصل هذاك الهدف. ربما يكون عنده هدف لكن ما عندوش الآليات أو طرق كيفاش يوصل له. بداية كيف نربي أبنائنا على تعظيم دورهم في الحياة؟ معروف أننا في الحياة من أجل مهمة، هي مهمة الاستخلاف في الأرض، وجعلناكم خلائف وإعمار الأرض. نعم، فكيف نغرس فيهم خاصة جيل اليوم، خاصة أطفال اليوم وجيل اليوم؟ دائما نقولوا مع مزاحمة العملية التربوية لعدة مؤثرات خارجية، لإعلام، تكنولوجيا، ربما الأطفال راهم نقولوا مبحرين بالعامية، ما على بالهمش واش راهم حابين ولا واش راهم يديروا. كيفاش نعظموا فيهم هذا الخلق بداية؟ جميل. يعني ما شاء الله دائما كما عودتينا في الخطوف تبعك دائما قيم تربوية رائعة وراقية تنهض بالمجتمع والأمة الإسلامية إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أول حاجة ممكن نطلقوا منها أنه نعرفوا الفلاح. الفلاح هو النجاح في المهمة التي خلقت من أجلها. كل واحد فينا اللي قلتيه أنه استخلاف وإعمار الأرض كلنا خلقنا، لكن كيف نستخلف فيها وكيف نعمرها؟ كل واحد فيه عنده جانب معين كما يقولوا يعمل فيه ويتخصص فيه. فهذه الجوانب كلها يجب بداية أن الإنسان أن يعرف ما هو الجانب اللي هو مميز فيه. والمولى عز وجل يقول وقد أفلح من زكاها. زكاها معناتها عرفت نفسي، عرفت كيفاش مداخلها ومخارجها فأزكيها في كل جوانبها، ارتقيت بنفسي إلى مرتبة أكبر، ارتقي بها، لكن في كل جانب من جوانب الحياة. وحياتنا احنا كبشر ما هيش تعتمد على جانب واحد،
عندنا جانب علمي، جانب نفسي، جانب روحي الإيماني، الجانب العقلي، فكل هذه الجوانب يجب أن تغذى باش يكون إنسان في حالة من التوازن والقوة اللي نحتاجها لبناء البشرية، ما نقولش فقط بناء بلد ولا بناء البشرية جمعاء. إذن أجمل شيء أن نشارك أبنائنا في رحلتهم لاكتشاف ذواتهم، لأنه أنا مشي فقط من أن يشوفوا ولدي فنقول بلي أنت يا تولي طبيب وأنت يا تولي معلم وأنت تولي مهندس. لما نشوف وكنا هدرناها يعني في حلقة توجيه. من الحلقات السابقة هي حلقة التوجيه، نعم، كيفاش أننا نوجههم إلى ميولاتهم، إلى شغفهم في الحياة. يعطيك صحة. هناك توجيههم إلى ميولاتهم وإن كان قدراتهم وإمكانياتهم مكنونة. الإبداع راح يكون أكثر. يعطيك صحة. الإحسان. الإبداع والإحسان، ويكون كما قلت تطور في هذاك الجانب والإنجاز يكون أكبر. لكن أنا إلى وجهته من أنه شنو نحب، ولا مثلا المجتمع مثلا كما يقولوا إحنا يا طندنس على وش يسحق المجتمع نوجههم لها. هنا يا كما يقولوا يكون شوية خلل، أكيد نوري له الأشياء اللي راهي قوية وتحتاج أنه فيها عمل، لكن على حسب إمكانياته وقدراته واستعداداته ميولاته، لأنه كل طفل يزيد باستعدادات، تلك الاستعدادات احنا كوش نديرولها نقويها ونغذيها باش كما يقولوا يرجع إنسان متوازن في حياته اليومية. من بين هذه الأشياء عندنا أول نقطة هي التعرف على أنواع الذكاءات اللي عنده. الآن حديثا ما وش يتكلموا عن الذكاءين المعروفين اللي هو الذكاء الرياضي والذكاء اللغوي. الحمد لله ممكن 8 أنواع من الذكاءات اللي دار عليهم تجارب هاورد جاردنر واستخلصهم ومعمول بهم ودارت ثورة في علوم التربية الآن وفي علوم التعليم وتدريس وهذه الأشياء. فالإنسان كان يحكم عليه بالإعدام إذا كان ضعيف في الرياضيات واللغة مثلاً. في الرياضيات واللغة وهذا نوع من أنواع الذكاءات. هذا نوع من أنواع الذكاءات. الحمد لله ربي أعطنا أنواع من الذكاءات اللي هم 8. فنشوف ابني ولا واحد فينا عندنا صفر، يعني دائما النسب تختلف، ربما تقل تختلف او تكثر، لكن ما كاش مهم شيء، اهم شيء انه ما كاش صفر، ما كاش يعني واحد معدم في نوع ذكاء معين. يعني دونك احنا يا المهمة تاعنا في حياتنا مع الطفل من بداية كما يقولوا من بداية نهوضه من ولادته الى ان يكبر، ان نكتشف معه هذه الذكاءات باش نكتشف شخصيته باش نقدر نوجهه ونعاونه في حياته. وقلنا كاين اسم اللي حاب يزيد يبحث ولا، ولازم تكون عندنا هذاك الاسبري تاع البحث، مش يعني نربي كذا منا وخلاص ما عنديش الوقت. اهم حاجه في رحله المربي انه دائما نعم. يكون يبحث، يكون دائما يشوف، كما يقولوا يدير ابديت، يدير كما يقولوا ميزاجور للروح. فالتحيين لازم يكون للمربي، لانه متطلبات الوقت تقول هكا. يعطيك صحه. ماشي معناتها التربيه كما كانوا بكري ما داروناش ابديت، معناتها لانه كنا مسحقوش على نفس هذيك السيره هذه، لانه عاش ابديت هذاك الوقت. كانت باش تندار تدي اكثر من 10 سنوات 20 سنه باش تتغير هكا نسبه. رانا في عصر السرعه، لكن الان لا كلمة كل يوم راهو كاين، كل يوم يخرج لك فيسبوك دير له ابديت، كل يوم يخرج لك انستغرام دير له ابديت. وشوفي اولادنا فاصه لهذه الاشياء. الشيء الثاني هي نشوفوا انماط الشخصيه تاعو، شوف النمط الشخصيه تاعو هو في الكومبورتمون تاعو مع سلوكياته اللي راهي غالبه عليه، نشوف النمط اللي يغلب عليه. والانماط الشخصيه كاين انواع، من اهمها ممكن اللي يسمعوا عليه بزاف اللي السمعي بصري او حسي، تسمى اللي يتكل بزاف على السمع واللي يتكل بزاف على البصر، يسمع بزاف يتحرك قدامنا، وكاين اللي حسي حتى يحس حاجه والمشاعر عنده غالبه وكامل. لكن ثاني هذايا ماشي معناتها واحد عنده نمط حسي ولا نمط بصري ما عنده، هذا واش عنده يعني يكون عنده فكره. النسب تختلف. يعطيك صحه. هي دائما النسب تختلف، واحنا الدور تاعنا انه نجعلها متوازنه تكون كلها، لكن ها كما يقولوا دير ميلونج اللي يخرج لنا شخصيه فذه تخرج للمجتمع اللي هو ابني ولا ابنتي ولا اي واحد ولا طالبتي ولا طالب تاعي ولا من هذا القبيل. ايضا ممكن شيء مهم اني نلاحظ ابني وهو يلعب ولا اهتماماته، نشوف اولوياته. مثلا كي نعطي حاجه نشوف كل واحد واش عنده اولويات، فهمتيني، نقدر نديرها باختبارات بسيطه. يعني حتى نخليها ننتبه للابن تاعي ربما وش يميز وش يحب وش يكره الى اخره باش نعرف ميولاته وشغفه ربما. يعطيك صحه. دونك هذه الاشياء كلها حتعاونني. فهنا كي نقول الام توصل لها هذه الفكره ولا الاستاذ يوصل لها هذه الفكره، واش يوصل له؟ يوصل له بلي اعيش تلك اللحظه لابني راه يلعب فيها، فنركز عليه شو يدير. فانا مشغوله ممكن في اشغالي ولا في، لكن نشوف اهتماماته، نشوف راه يدور.
ونشوف اللي عنده مثلا الذكاء الحركي بزاف ولا الذكاء المكاني اللي هو يصمم ويحط الأشياء ولا نشوف مثلا عنده ذكاء طبيعي يهتم بالحيوانات والنباتات. يعني خليه هذيك الجلسة جلسة اكتشاف، يعني نكتشف صحة عيني راهي عليه لكن نشوف البعيد، يعني نخزر فيه لكن نشوف البعيد. فهنا يا تقولي الأم ولا الأب ما يعودش فقط في صراع تاع يزربه يكمل مهامه اليومية، بالعكس حيعيش مع ابنه معيشة تاع الصح، حيعيش مع هذيك اللحظات تاع الصح. فنبدا نسأل، نبدا نحوس، نفهم. زائد إضافة إلى ذلك ندفعه أنه يشارك في أنشطة عديدة، كانت منزلية خفيفة ولا كانت مع العائلة اجتماعية، ولا كانت مثلا في كما يقولوا مثلا عندنا بزاف نوادي ولا الكشافة ولا مدارس قرآنية. إلى أهمية النشاطات اللاصفية، اللاصفية. يعني طورهم نشاطات لاصفية، يعني حاليا نشوفوا باللي هي متنفس، يعني بشهادة عدة أولياء متنفس للأبناء من أسبوع الدراسة، فتكون عادة في الأيام في الويكند الجمعة أو السبت دائما هناك نشاطات كما قلتي في النوادي، هناك جمعيات، هناك صح يعني عدة أماكن يقدر فيها الطفل أنه ينمي روح الجماعة هذيك. ربما هذه النشاطات هذه تنمي بزاف فيه تعظيم دوره في الحياة وترك الأثر الطيب. كيف ذلك؟ جميل اللي قلتيها في مقدمة السؤال، مقدمة رائعة، نأخذها باعتبار نضيفه لها أنه أنا ياكي نشوف ابني شفته أنا يا وباكي كونفيرميه لي أستاذ، يأكده لي الأستاذ وزي أكده لي النشاط اللاصفي اللي دخلته له، كانت نادي ولا كشافة ولا مدرسة قرآنية ولا أي شيء من هالقبيل ولا رياضة، فيزيدي أكدها لي ذلك الأستاذ. هذا حيعاونوني يعني كأم أنني نزيد نثبت مثلا ونعاونه في اكتشاف الموهبة تاعه. ممكن ابني يكون متعدد المواهب، فأنا يا حنعاونه في الموهبة اللي يكون فيها أقوى وتكون أنه اللي قلنا عليها مقبيلة أنه تصلح للمجتمع الآن، تصلح لأنه في التطور الآن، فهمتيني؟ ربما حتى هناك بعض الأبناء تلقاه منطوي في المنزل، ما يحبش يشارك اهتماماته، ما يحبش يشارك ميولاته، لكن كي يدخل ربما في النوادي هذه والجمعيات يشوف أو الناس عندهم نفس الاهتمام، بالعكس يقدر يشارك. فسبحان الله الأم تقول لك كيفاش هذا الابن هذا وهنايا هو في الابن شك، ويقدر تاني العكس. صح سبحان الله. فهذه تأثر بزاف، وتقدر أنك أن الأم تعاونها ولا الأولياء يتعاونهم باش يبني نمط معين للتعامل مع هذاك الطفل يساعده في رسالته في سبحان في الحياة. حتى أنه في بعض المشاكل ممكن النفسية اللي تكون عند الطفل مثلا خجل مثلا، فالنشاطات اللاصفية تعاونه أنه يتجاوزها. مثلا ما عنده مشكلة في علاقته الاجتماعية، ما يقدرش يدير علاقات، مشي خجول، بس عنده مشكلة في العلاقات الاجتماعية، سريع الغضب ولا سريع فتماك يتعلم كيفاش يدير الإكليبر ولا يدير توازن ويكون شخصية فعالة في المجتمع، يتغلب على بعض هذيك العادات ربما نقدر نقولوا الخلق ولا الطبايع كما احنا نقولوا من خلال هذاك الاحتكاك بالجماعة، احتكاك بأقرانه كما قلتي. ضروري جدا ومهم جدا انه يكون في بيئة تشاركه اهتماماته ولا تكتشف اهتمامات. دونك هذه نقطة مهمة جدا. كاين حاجة أخرى أنه الإنسان ما يخليش الحسنات تاعو تموت بموته. فأنا يكون أنا في الشغف تاعي ولا في الحاجة اللي نحبها ولا حنبدأ حندير أشياء تترك أثر، يسمح نكون فعال في المجتمع تاعي. فالأشياء التي تترك أثر ندير في بالي بلي حندي عليها حسنات حتى وأنا راني مكشني. كنت على وجه الأرض أو كنت تحت الثرى. فالحسنات اللي تلحقني دعيت لها بين قوسين باسيف انكم، الدخل السلبي، انا ماشي نبذل مجهود لكني او يجيني الاجر قدام. علاش؟ لانه اهلي واكتشفت موهبتي واكتشفت شغفي واكتشفت ميولاتي، اكتشفتها وانا صغير فعملت عليها فابدعت فيها فصنعت شيء فيه اثر وفعال. فتخيلي هذاك الاجر اللي حيكون عندي حيكون الام اللي رباته هكذا والاب والمعلم، وحيكون لهذاك الابن تانيك الباسيف انكم اللي حيجيه بلا ما راهو داير حتى حاجه، بلا ما يدير مجهود، لانه المجهود تاع الصح داره في الوقت المناسب. ربما هنا استاذه ياخذنا لواحد النقطه اللي نربطوها بقصه اليوم اللي هي قصه ابن تيميه. ربما عده اولياء ولا نقولوا خاصه الام، لانه بحكم الام صح اقرب وحده الى الاكثر تواجدا معه. لما يكبر الطفل هذا وتنمي فيه هذا الخلق هذا وتغرس فيه هذه الرساله هذه، يعني هناك عدة أبناء يحبوا أنهم مثلا يحبوا يكملوا دراستهم في الخارج، أنه يحبوا يسافروا ربما، فالأم هنا حتوقع بين صدام بينها
بين حبها لابنها اللي مدى بها دائما يقعد قد معاها، وبين انها مدى بها يكون ناجح ويحقق رساله لو حبها. نعم، فكيفاش تغلب نقطه صعبه؟ نعم، كيفاش تغلب الام مثلا على هذا وكيما هي غرست فيه هذاك الخلق، هذا كل هذاك خلق الايثار وخلق طلب العلم، ربما كيفاش تاني تبعد على هذاك التعلق ربما الزائد. يسموه تعلق الغير آمن في بعض الأحيان. صح، هذه نقطة مهمة. في بعض الأحيان أنه الأم ولا يكون سبب، الأم ولا الأب يكونوا سبب أنه ابنهم ما يقدرش يتطور تطور لي مشي ماشي متطور كامل، لكن لناسبه ربما هو لناسبه هو، وهو قادر يدير حاجة كبيرة مثلا وهو بعيد عليك، لكن يكون معاك حيدير حاجة يعني نسبيا أقل. مليحة. فعلاش أنا ما خليش يدير حاجة؟ فيقول لك هنا واحد المقولة، يقول لك اقطع الحبل السري. لأنه علاش هذاك الحبل السري؟ مش فقط هذاك اللي تقطع أثناء الولادة، لكن هناك حبل سري معنوي يبقى بين الأم وابنها. ديجا في بعض الأحيان تكون الأم هي اللي مش صعب عليها أنها تخلي ابنها في المدرسة ولا في الكراش أول مرة. صح، شوفوها هذه أول مرة دائما مش ممكن تروحي تبكي. صح، مش هو الطفل فهي الإحساس تاعها فترة الأم. أكيد أكيد، لكن هناك أجمل الأشياء، وما كاش كما يقولوا أقرب إنسان، أقرب شخص للإنسان هو أمه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام يؤكدها، من أولى الناس بصحبتي يا رسول الله أمك ثم أمك ثم أمك. يعني كما يقولوا يراعي فيها ذلك الجانب العاطفي، الجانب العاطفي وجانب الحساس وجانب القرب تاعها المعنوي والمادي دائما. لكن كيف تعين ابنها على رغم هذه العاطفة هذه أنه يكون ناجح؟ أنها تبني هي الأولى روحها، تقوي هي روحها، نقطة مهمة جدا. وتوجد روحها أنه كان كما يقولوا هذه راسي بغاسي، وحتكون كما يقولوا طوطة عاجلة مع عاجلة حتكون حتكون، فبتيني مشي دايما حيكونوا لاسقين فيها. فتبدأ تخليهم أنه يديروا أشياء وحدهم، تخليش تعودهم ربما من صغر أنه يعتمدوا على أنفسهم. يعطيك صحة، حتى ولو كان تقدر هي تدير لهم هذه الحاجة، لكن تخليهم يعتمدوا على أنفسهم. وحتى مثلا تشوف لي فيها تعب ليهم، لكن خليهم يعتمدوا على أنفسهم، لأنه علاش حيولي معتمد عليك ومعك كما يقولوا مش حتخرج إنسان معتمد تماما عليك. فكما يقولوا مش حيكون منجز بزاف، لأنه اعتماده دائما عليك، زائد أنه حتقتل فيه الدافعية. ما تشوفش عنده إنسان عنده دافعية، ما تشوفش إنسان عنده مسؤولية. فهذه النقاط كلها تشوفها هي إلى أبعد حد. وأنا مدام أني أم ونحب ولادي، فأنا أشوف الصورة لي من بعد، ونشوف منشوف دوك الحاجة اللي تريحني، شوف اللي تريحني من بعد، مش نشوف حاجة اللي تريحني دوك. فإنسان يكون كما يقولوا عنده بعد نظر، مش قصة نظر. ومن أهم من بين أشياء هذه تاع النهضة الصفية اللي تكلمتي عليها، أنه عندها أهمية كبيرة في هذا الالتصاق ينحى شوية. ربما الطفل هنا يبدأ يبعد شوية عن المحيط الأسري، هذا راهو بعيد عليها مدة معينة، ومعك يزيد في الأوقات اللي لازم يقعد معها، حيزيد يروح يدير أنشطة أخرى ويدير علاقات أخرى ويطور أشياء أخرى. فلهنا يا الأم حتى كما قلوا تتشجع على هذيك تاع كما قلوا لاسيباسي، ولا هذيك تاع بعيد عليها نسبيا، بعيد عليها نسبيا. زائد الأنشطة اللاصفية هي متنفس للطفل. دوك البيئة تاعنا ولات بيئات مغلقة، خلينا منفتحة فقط في النت والسوشيال ميديا، لكنها مغلقة في حقيقة في العلاقات الأسرية. ربما يعطيك صحة في العلاقات الأسرية، ولا حتى في العلاقات الاجتماعية. دوكا ما كانش أماكن واسعة يروح يجري فيها الطفل، يا ربي أماكن معدودة يروح ليها، لكن يومياته يا إما الألا اللي قلت خليه يمه في ذيك الحومة الصغيرة يدور في الحي تاعو يدور با بلوس. والطفل معروف أنه يكره تمتم، يكره يعني تمتم. لما يوالف الحاجة يكرهها تمتم، ولا راهو في هذيك لابارتومون باسكو هي ما تعرف حتى واحد برا، فتخيلي. فهذا النشاط اللاصفي حيكون متنفس ليه، زائد انه حتزيد له تجارب وخبرات جديده باب احتكاكه مع اطفال اخرين. يعطيك صحة. كل واحد وش من بيئه اللي جا حيميز البيئه هو اللي عايش فيها، مع بيئه اللي عايش فيها ربما ممكن اعمار متعدده، باسكو علاش حنجتمعهم على حسب الاهتمام في البيئه في النشاط اللاصفي. يقدر يكون سن مختلف، يقدر يكون سن مختلف، ماشي كما المدرسه تعتمد على السن، لكن في النشطة الصفية تعتمد على ممكن على الاهتمام. ممكن كاين تقارب السن، لكن حنتعامل مع واحد كبير عليا، فنعرف هو كيفاش يخمم. فما كنتش انا ذاك الطفل الصغير دائما اللي دائما صغير دائما صغير، عندي علاقاتي مع الكبار. حتى يولي يعتمد نفسه في، ربما يكون بعض الاطفال والفوا انه دائما الام تاعهم هي اللي تتكلم في بلاصتهم، ولا الاب تاعهم هو اللي يتكلم في بلاصتهم، فتما خلاص او وحده لازم يعتمد على نفسه، لازم يعبر على رايه، يشارك اهتماماته مع الاطفال الاخرين، مع ربما يعبر على رغباته المشرف دياله،
يعبر على رغباته ومشي انا ذكيه مع البيش عشان يتحوز. وكان اساليب متعدده للقائمين على الانشطه الصفيه عندهم اساليب متعدده، فكل واحد حيدي من عنده تجربه اخرى. تخيليني انا مع استاذ وتخيليني نقرا عند 5 اساتذه ولا 4 اساتذه، كيفاش حتكون شخصيتي؟ اكيد مغايره. تخيليني اني انا في بيئه واحده نمشي فيها رايح جاي فيها وبيئات متعدده نكون فيها، فالشخصيه ما تكونش ابدا ما حتكون كيف كيف. كيف نعم. والطفل كانه اسفنجه يمتص كل تلك التجارب والخبرات وهي اللي تبنيه مستقبلا. يعني لما يكون في مرحله بناء الشخصيه حتكون عندهم هذيك المتابعه وانه يناقش فيه كل نقطه على حده، يعني حيكون يكون موضوع جديد يتكلم فيه. يعطيك الصحه. بالعكس حتزيد تعزز الحوار. ما دامك خايفه عليه الام اللي خايفه عليه فهي حتحب تبحث، فاساليه الاسئله الصح مش اسئله تاع محقق، مش وجدت وعجدت هذه كذا، لكن خليه يحكي في اريحيه، فحيجيب هذوك المعلومات وهذاك التسلسل تاعو حيجيبها مش كيما ذاك سؤال جواب. وحنا كيما نقولوا لا ننصح به حتى في المدرسه انه ذاك سؤال جواب مع الدخله وجدت وش فعلتو وش قريتو، خليه يريح. الاسئله النمطيه هذه، هذيك الاسئله النمطيه تقتل الطفل وتحسوا له في تحقيق فيحس روحو مقيد. وهنا هنا خليه مصادقه الطفل النزول الى مستوى ربما حاجه مهمه جدا. انا مثلا بلا ما نروح نسقسيه نحكي له وش درت، فهو اكيد حيحكي لي وش دار، فهمتيني؟ فهذه النقطة مهمة جدا. لكن لما نبني العلاقة ونوطي العلاقة، علاقة الصداقة هذيك بيني وبين الطفل، يعني هو توطط. يحكي ربما حتى مني ما سقسيهش كامل، وحده يجي يشاركني اهتماماته. تشارك تعال الصداقة كامل، حتجي انك ما تسقسيش اسئلة محقق، يعني هي نحكي معاه برك. وهنا راح يولي يشاركني هو اهتماماته. انا قعدت نخمم فيك ابني، قعدت نخمم فيك قلت شو يدير دكايا؟ ما قلت بلي وقيلة راك داخلك ناسيني كامل، زعما خممت فيها في هذيك الدقيقة، فيقعد يتفكر واش دار. طريقة ذكية فتعاود يحكي لها، فاحنا كما قلنا نطبق افكار لكن بطرق ذكية نسأل الطفل. حاجة واحدة اخرى اللي تعطيها لنا الانشطة اللاصفية انه يكون عنده تفوق دراسي، فمشي على هذيك الدراسة ما يكونش عنده ذاك الملل، باش عنده شحال من حاجة فيولي يعرف اهمية ممكن الدراسة من خلال اهتماماته الاخرى. هذا التنوع في هذا التنوع في الانشطة في المجالات حيخليها في الولايات المتحدة الامريكية يبرجوا عليهم يديروا عمل تطوعي. عمل تطوعي حاجة مهمة جدا، خصوصا كيكونوا كبار ولادنا مثلا في الثانوية، ولا إذا كان ابني عنده مثلا ميزة أنه يقرأ مليح إنجليزية ولا الفرنسية، نقول له معيش علم مولد الجيران مثلا، ولا علم هكذا، يعني يكون يا إما بثمن رمزي ولا بتطوعا. روح شارك في هذه الجمعية، دير تطوع ودرسهم هذه المادة، تخيل كيفاش حيكسب بالمهارات. ربما احنا سبحان الله عندنا فطرة أنه لما يكون زعما واحد أكبر من خوه ولا زعما من ابناء العم ولا يعني في العائله، دائما هذاك الكبير هو اللي ياخذ هذيك المبادره تاع انه يقري هذاك الصغير. فعندنا سلوكيات جميلة تربويه جميله فقط نثمنها ونعرفوا كيفاش اننا نطوروها باش تناسب واقع وتناسب الواقع تاعنا، لانه صح ممكن مع الاخوه ولا هذيك المشاحنات ولا ما يحبش يقرا عند خوه، هذيك تعرفي هذيك الحكايه. لكن مع ابن اجنبي، مع واحد اجنبي لا. ولا جبتي زي مثلا خوه تجيبي له صاحبه مثلا وقريهم، فيكون الغنضمو اكثر، المردود اصلا نتعامل افضل. هي دائما تعامل بذكاء وليس بشقاء. دونك هذه الاشياء، زائد انه الانشطه اللاصفيه تعزز الهويه الوطنيه. فتخيلي انه مثلا يروح كشافه ولا يروح مثلا المدرسه القرانيه، فالهويه تاعو كيما نقولوا حتزيد تتلصخ عنده. يعني ربما هذه الحاجه اللي ما نقدرش نرسخاله في البيت، يعني قد ما نسيه لكن في تكون في نشاطات خارجيه في مرحله المراهقه تكون عنده اصلا ازمه هويه، ماهوش عارف هو شكون بالضبط. فعلى بالي تلقاه هي يقلد الفلان فلاني والمغني الفلاني واي واحد يقلده يجي صاحبه، لانه في مرحله بناء شخصيه وشخصيه تاعو مازال ما بانتش المعالم تاعها. حياتك صح. فقط عنده استعدادات. نعم. فتخيلي انا كي ندير له هذه الاشياء فنعطي له بزاف قدوات في حياته، فحيلقى بزاف ونزيد نبلور له المواهب ونكتشفها، فهذا شيء جميل وهذا اللي نحوسوا عليه. معروف انه يعني الاطفال اللي يحطوهم او اللي عندهم يعني نشاطات لصفيه يعني في عطله نهايه الاسبوع ولا يكون اكثر انتاجيه، وحتى في تعاملهم في يعني في علاقاتهم الاجتماعيه يكونوا
كيفاش احنا نقولوا يكونوا خفاف، يكونوا يعرفوا يتكلموا، يعرفوا يخلقوا مواضيع حتى في الدراسه، مردودهم في الدراسه حتى في تعبيرهم. كي يجي يكتب لك تعبير ولا حتى تلقاي بلي مختلف على واحد فقط غير دراسه. نعم، لانه علاش في نشاطات الصفيه هذيك ربما ياخذ من اسلوب زميل، وياخذ من اسلوب المشرف ديالو، ياخذ من اسلوب يعني من كل بستان زهره كما احنا نقولوا، من كل واحد يدي خصله معينه لاسلوب معين ويصيغوا على حسابه هو. يعني نقدر نقولوا بدون تخطيط ولا بدون هكا عفوية يولي يأثر فيه هدايا في طريقة كلامه، في أسلوبه، في يأثر عليه بالإيجاب أكيد ليس بالسلب. لا لا ما شاء الله، النقطة هذه مهمة جدا. لأنه نشطة اللاصفية عندها أهمية لكنها غايبة علينا، لأنه علشان نضغط ابني فقط لازم يجيب نقطة مليحة ولازم يطلع. وقلنا دايما بلي النقطة هي مؤشر، ليست معيار. النقطة ما هيش ابني، ودايما ديروا في بالكم بلي نحو هذه النقطة ماشي ابني. دوكا انا كي نشوف نقطه ماشي مليحه ولا نبحث عن الاسباب، ممكن هذاك الضغط تاعي اللي يعني نمارسه على ابني هو اللي ما جابش النقطه مليحه. في بعض الاحيان هذاك الضغط هذاك بدون يعني بدون وعي ربما نقدر نقوله، ولا بحسن نيه، صح، هو اللي اثر في الطفل. هيك في الدراسه لاحظتي انه في ممكن اطفال فقط في الدراسه ما يصالوش باش يصالوا هذاك الديكليك ويجتهدوا كامل وقت يصالوا في مرحله معينه، تحكون انا يا ندير له نشاطات صفيه ونعاونه في نكتشف المواهب تاعه، ندير له الديكليك مقبل. فكل ما اكتشفت مواهبي مقبل وصار هذاك الديكليك وشي صالي حيكون عندي عمل على نفسي. فيعني مبكر. نختصر المسافات من خلال نختصر المسافات، وثاني نعاونه بلي مهم جدا. وحتى لو ما عرفتهاش الان نقدر نعرفها من بعد، نقدر نعرفها معليش، المهم انه يجب يعرف بلي لازم يعرف هو رسالته في الحياه. وهنا يعني الانتماء للجماعه والانتماء للمجتمع حتعظم فيه دوره، انه ماهوش عايش لنفسه فقط كما نقولوا احنا تعظيم دورهم في الحياه ورسالتهم في الحياه، انما او يعيش لاجل المجتمع، لانه لما يكون في جماعه فهو ملزم انه يحترم قوانين هذيك الجماعه، وهذا يديه انه في المستقبل يحترم قوانين البلد اللي يعيش فيه والوطن اللي يعيش فيه ما الى ذلك. هذه نقطة مهمة جدا، هي أصلا من بين الأشياء اللي نصنع بها شخصية ابني أني نربي فيه الجانب الاجتماعي. الجانب الاجتماعي فيه المخالطة، فيه التعاطف مع الآخرين، فيه التعامل معهم، فيه ردة فعلي أني كنتروليها، الاستجابة تاعي كيفاش تكون. فهذه كل الأشياء مهمة جدا أني نتعامل معها. تماك نوصله لعنوان تلك الحلقة ولا القيمة اللي طبقت عليها في البداية، قيمة الإيثار. فنشوف روحي أنا مدام أني نقدر نتعامل، ولكن نتعامل مع الأشخاص أني حنفيدهم في هذه النقطة، سأؤثر على نفسي. فهمتيني؟ حتى الأم أنها تؤثر على نفسها أنه باش يقعد معها ابنها، لا تخليه يطور نفسه باش ينفع الناس وينفع كل هنا يبان خلق الإيثار هذا كل في كل مستوياته، مستوى الطفل إلى مستوى الأم إلى مستويات أخرى. نعم. فهذا النقطة مهمة جدا. وعكس الإيثار هو الأنانية، أني فقط كلش ليا، فهذا الإنسان مش هيقدر يعيش. فأنا كيفاش نتعامل مع طبيب أناني؟ ما يقدرش يعطيني معلومة طبية، ما يقدرش يعلمني بها، ما يقدرش يفيدني، ربما ما فائدة هذاك العلم هذاك اللي عنده وما يفيد صغير، ولا يجيب يعطيني أوردونونس لكنها جافة من يفهم ولا عشان ما كانش هذاك التواصل، وهذاك التواصل هذاك الدواء ما بيش أنا على الواش. اسمع عطيتني دواء، شكرا ربي يحفظك على اسمه وتكون طبيب يعني ما شاء الله عليك، لكن أمه فهمني على الأقل أني أنشر ثقافة صحية بين المعلومة اللي أعطيتها لي أنا أيضا أفراد المجتمع، نعلمها لأشخاص آخرين. أنا مش حنمد لهم أدوية أكيد، لكن على الأقل هذه المعلومة اللي مديتها لي في صحتي أنا حنمدها للآخرين. فهمتيني؟ فتخيلي أنا كانت عندي صديقة طبيبة، شفتها في موقف تشرح الحالة تاع مريض، تشرح الحالة تاعه، صدقيني استمتعت وكيفاش بسطتها وكيفاش قربتها بطريقة عجيبة جدا. يعني هنا ارتقت من مرتبة أنه تكون طبيبة إلى طبيبة بإحسان، يعني توصل هذيك المعلومة بأبسط طريقة حتى هذاك المريض يزيد يوصلها إلى، وكان عنده مشكلة هذاك في الكلية آخر. فهذيك الكلية قالك عاد نشوف فيها الكلية ونشوف الأشياء اللي راهي صار فيها مشكل، ونشوف علاش كانت عندي هذيك الأزمة اللي صارت لي. فسبحان الله كيفاش شرحت. فأنا دايما كل ما نسألها أستمتع أكثر.
مش فقط من دي المعلومه، قد عنديها من عندي جوجل، لكن كان عندها هي الطريقه الاسلوب يعني ما شاء الله عليها. يعني فتخيلي انه يكونوا ناس هكذايا، واي انسان تمد له المعلومه ماشي فقط اكيد ما نكثروش عليهم، خصوصا الاطباء، احنا غير نسمع واحد طبيب بنعرفوها راح تعلي بالمعلومات يعني، ربي يحفظهم وان شاء الله ربي يزيد لهم بارك لهم في علمهم، لكن يكون عندنا هذاك شويه تاع الايثار باش نعلموا وننشروا ثقافه صحيه امام الناس. هذا فقط مثال اعطيته فقط. ربما حتى خلق الايثار يعني ننميه في الطفل، انه انت لما تتعلم حاجه ما تكتمهاش، ما تخليهاش عندك فقط. تعلمت حاجه في المدرسه جديده، ولا تعلمت حاجه مثلا في النوادي هذه لك منتمي اليها، علمها لي ارواح انا، نقول لي هذيك المعلومه، ربما انا ما نعرفهاش، ربما انا امك ما نعرفش ديك المعلومه، وانا زيد نوصلها وانت زيد توصلها لانسان اخر، فهنا يكون العلاقه هذه. نعم، فنريده ان يكون مصباح مضيء. هذا يعني لا خوف عليه عندما يكبر، ما تخافيش عليه انه لا يعيش لنفسه فقط، انما يعيش لنفسه ولمجتمعه ولغيره. فسيدنا علي رضي الله عنه وش يقول لك؟ يقول لا تكون كالشمعة تحترق لتضيء الناس. ماشي تحدي لي مثلا، ماشي حندو، ماشي على حساب نفسك، اكيد ما نديرش اثار في الاكستريم تاعو حتى يولي اذى لنفسي. لكن قال له انظر الى زيتك وفاتيلك، معناتها كون كالسراج. حندوك السراج هو لامبا بالكيبان تاعها، المكافاه تاعها. لكن انظر الى زيتك وفتيلك، الزيت تاعك هو اللي تضيء به الناس، والفتيل تاعك هو الباجاج تاعك، نفسك الباجاج تاعك داخلي، داخلي اللي راك تكون فيها وتعلم فيها. لكن زيد اضيء للناس، ما تكونش هكاك دائما. احنا نقولوا لا افراط ولا تفريط، لا افراط ولا تفريط، التوازن في كل شيء. التوازن يبدا من النفس، يعني من السلام الداخلي هذاك. لما يكون هذاك السلام الداخلي، الاطمئنان، السكينه، اكيد حتنقل هذه القيم هذه الى الاخرين، تنقل في مواهبي، في اكتشافاتي، في دوري، في تعاملي. فهنايا نوصل للفلاح اللي قلنا المولى عز وجل قد افلح من زكاها. إذا قلنا أستاذة خلق الإيثار، يعني عن طريق ماذا يعني نتعلم وننمي هاد الأشياء هذه؟ نعم، بارك الله فيك. دائما تحبي الجانب العملي، والشيء الجميل في البرنامج أنك تبحثين فقط عن يعني نخرج العملي. من التنظير إلى المجال العملي، جميل جدا. فتخلي اللي يكون معاك تخلي دائما يخدم ويحوس ويفكر إن شاء الله، نأمل ذلك دائما، أنه نتعرف على هذه الأشياء وننميها بالحوار الثقافي. ماشي حوار تاع نسمعك انا واش نقول لي لوسون دو مورال نعرفوهم، لا لا، ولا بالنصائح الكثيره حتى تصنع تخمه، بالحوار الثقافي. نشوف انا كاع واش عنده وليدي، يخرج لي كامل واش عنده، ونبدا نتناقش معاه ونقول راني نشوف هكا ونشوف، ونبدا في الاخير نخرجوا نقاط، ولا ساعات حوار اصدقاء برك. فهذا الحوار يكون ثقافي، مش حوار تاع ديكتاتوري. الحوار هذا يبني عده قيم في بزاف، وحيرجع لنا بزاف في كل قيمه حنلقاوها، وفي كل عنصر حنلقاوها حتى ينمى فينا. وممكن مره كاش مره من المرات نحط له هو فقط محور خاص ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. هناك ايضا من المواقف والقصص، فهذا نجبدوا بزاف منهم. طبعا هذا ما يسمى بالتربية بالقصة، يعطيك صحة. فالتربية بالقصة مهمة جدا، فيا إما نخليه يسمعها، يا إما نسمعها له، يا إما يقراها ونناقشها معاه، يا إما شفتوا سمعنا اليوم ولا نسمعها كيف كيف، ونشوفوها عن طريق فيلم معين. كاين قصص جميلة جدا تعرض على شكل أفلام، فنشوفها مع ابني. نقطة أخرى أني نعلمه التعاطف. التعاطف كما يقولوا اني نحس بالاخرين، نحط روحي مكان الاخرين، ما نكونش جامد. يعني عكس الانانيه، يعني ما نكونش اناني نحب نفسي فقط. يعطيك الصحه، هي عكس الانانيه. اني نعلم كل انسان انه مهم، مهم جدا. كل انسان امامي هو مهم، وحنتعلم منه شيء، ما تعلمتش اليوم حنتعلم منه غدوه. ايضا انه نتعلموا انه يكون عندنا في مخنا يكون عندنا عقليه وفره. ماشي معناتها انه العلم يكفي الجميع والميادين تكفي الجميع، ماشي معناتها انت راكي في التربيه معناتها ما لازمش انا نكون في التربيه. سيدتي بلاستي، وكيف في الاعلام ما نقدرش نجي للاعلام باسكو ما كانش. الاماكن موجوده وتسعى للجميع، وارض الله واسعه. الفاصل هو الاتقان والاحسان والابداع في ذلك. فتكون عندنا عقليه وفره، وحنا المشكل في عقليه الوفره نعلمها من الطفل وهو صغير، انه لازم تكون الاول، ما لازمش يغلبوك، ما لازمش يجوا قبلك. نجيب معدل مليح معليش، لكن باش نكون انا الاول، وهذوما الأول يقدر يكونوا 20 الأولى الأوائل،
صح ويدوا كامل جوائز. الفارق في المستوى والفارق في صح. هذه نسميها عقلية الوفرة إن شاء الله. بارك الله فيك بعقلية الوفرة هذه. نأمل أن 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 تكون هذه القيم هذه متوفرة في نفوس الآباء والأمهات، في نفوس الأبناء، في نفوس كل المربين. لهنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم أستاذة، بارك الله فيك على كل هذا التوضيحات. نضرب لك موعد الأسبوع القادم إن شاء الله، قصة جديدة وقيمة تربوية جديدة إن شاء الله. يا نقول لكم مشاهدينا شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، شكرا لكل من وصل إلى هذه الدقيقة الأخيرة من برنامج اليوم. نضرب لكم موعد الأسبوع القادم إن شاء الله كما قلنا في قصة جديدة وقيمة تربوية جديدة. إلى ذلك اليوم نقول لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.